شوف يا سيدي الناس قالوا الجمل طلع النخل، يبقى ايه؟ يبقى ادي الجمل وادي النخله حلاوته. هطلق فرد الحمام ده دلوقتي برساله لاهلي، مسافه السكه وهيجيلي بالرد على طول. هتشوف بعينك ساعتها بقى، جاهز رسائلك اللي انت عايز تبعتها يا بطل. يخرب بيتك، دي ضربة موت. يلا نجري هاد الرجال عشان يشيلوه على جوف المركب. سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، باسم الإله الخالق الأكبر، وهو حرز مانع مما أخاف وأحذر. تلاقوش يا رجالة، تبعني. حللتي اهلا وهبطتي سهلا، يا مركب احفظي معاليك، طلبك جاهز. بقيت حسابك يا ريس سعدون. حلاوتي خلي رجالتك يطلعوه. طب مش تستنى اما نضيفك الاول؟ شكرا يا ريس. شوفي بقى، مسموح لك تاخدي منه اللي انت عايزاه، قلبه، كبده، رجله، إن مرقبته دي بتاعتي. يا ريس سعدون، جودر يلزمني في حكاية كده، ساعة زمن ورجعه لك على طول على المركب، مش هتأخر. يعني ابني يبقى على حجري وأدور عليه. جرى إيه يا ريس سعدون؟ هو أنت مش واثق فيا ولا إيه؟ لا، تاخدي اللي انت عايزاه هنا على المركب، ده الاتفاق. عايزاني اذبحهولك هنا على المركب، اشفيهولك وتاخدي منه اللي انت عايزاه هنا على المركب.